بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله. لا إله كفر بالطاغوت، إلا الله إيمان بالله. ستنقسم الدراسة من الآن إلى قسمين، قسم حول الكفر بالطاغوت وبيان معناه بشيء من الوضوح والشمولية وذكر الأمثلة، والإيمان بالله قسم الثاني وجودا وتوحيدا وكمالا، ليكون هذا بيانا لمعنى لا إله إلا الله. فمع الكفر بالطاغوت الذي عرفناه قبل قليل من حيث طاغوت من الطغيان، وأصل الفعل طغى وتجاوز، أي تجاوز الحد، وهو 8 آيات في القرآن تدور في فلك عبادة الشيطان والإنسان والحكم بغير ما أنزل الله وما إلى ذلك، وهو كل معبود سوى الله، وكل متبوع بغير إذن من الله، وكل تحاكم إلى غير شرع الله، كما قاله ابن قيم الجوزية عليه رحمة الله. وهو بلغة بسيطة الطاغوت أرباب باطلة وآلهة زائفة. وهل يمكن أن يقال أرباب باطلة؟ طبعا بلغة القرآن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ آلهة زائفة أيضا بلغة القرآن، قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون؟ أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، أإله مع الله؟ لا إله إلا الله. الآيات، فدل هذا على وجود آلهة. الآلهة مع الله أو غير الله سميها آلهة زائفة. وطبعا بين الألوهية والربوبية عموم وخصوص يستبين عند الكلام عن التوحيد فيما يعرف بتوحيد الربوبية والألوهية، في مثل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، لله ألوهية، رب العالمين ربوبية، والإله هو الرب والرب هو الإله، ولكن المعنى يختلف. فالرب له عطاءات الرب من خلق ورزق وإيجاد، والإله المستحق للعبادة من خلقه ومن عباده، إفراد الله بالعبادة. فهذا المعنى الذي يختلف بين الإله والرب، وإلا فالرب هو الإله والإله هو الرب. ذلكم الله ربكم، ذلكم الله ربكم، فجمع بين الثنتين، ذلكم الله ألوهية، ربكم ربوبية. هنا نقول الطاغوت أرباب باطلة وآلهة زائفة، معبودات سوى الله. في أول معنى ذكر كل معبود سوى الله. القضية كيف بدأت؟ يعني من أين نبدأ القضية أو القصة؟ أين تبدأ الحكاية؟ طبعا تبدأ بمقدمات هذا الكون الذي خلقه الله عز وجل. عرض عليه أن يعبد الله بالاختيار فخاف، وقبل أن يكون مسخرا مسبحا مكلفا، يعني لا يكون مخيرا. وهو قوله تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها، ليس إباء هنا رفض
ولا اعتراض، إنما إشفاق وخوف ووجل، فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. الإنسان أعطي نعمة العقل الذي يختار به بين البدائل، فصار إما يؤمن وإما يكفر، إما يطيع وإما يعصي، إما يهتدي وإما يضل، هو الذي حمل هذه الأمانة. لكن لا السماوات ولا الأرض ولا الجبال ولا الملائكة ولا الدواب ولا الشجر، ولذلك ولله يسجد ما في السماوات، ولله يسجد ما في السماوات، ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض، ما في السماوات وما في الأرض، لأنه ما تشمل غير العاقل. وجاءت ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها، من للعاقل. افرض واحد كافر ظله يسجد لله، ولذلك قال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم. الظل بتاعه ساجد لله بالغدو والأصال، آية الرعد. آية سورة الحج، ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس، وكثير حق عليه العذاب. يبقى كله كان ماشي بالقانون عام، يسجد لله ويسبح لله ويوحد الله، إلا الإنسان قال وكثير من الناس، وكثير حق عليه العذاب. ومثل الإنسان الجان، مثل الإنس الجن، لأن الإنس والجن كلاهما مكلف، وفي تخيير، منهم من آمن ومنهم من كفر ومنهم من أطاع ومنهم من عصى. ولذلك الجن قالوا وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك، سورة الجن. وبعدها وأن منا المسلمون ومنا القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. ففي الجن ما في الإنس من إيمان وكفر وطاعة ومعصية وهدى وضلال ورشد وغي، لكن بقية الكون ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب. سورة الرحمن، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان. في سورة الإسراء تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. في سورة الأنبياء خلق السماوات والأرض، خلق لا إله إلا الله، في سورة الأنبياء. طيب قوله تعالى، قوله تعالى نأتي بالسياق إن شاء الله نتذكر الآية. في الحديث عن الملائكة قالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. يبقى دعا الملائكة. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما، ودي حقيقة علمية مش هنتكلم فيها الآن، قصة الفتق من بعد الرتق، وفيما يعرف في العلم بنظرية الانفجار الكوني العظيم ونظرية الانسحاق الكوني العظيم. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون، وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبل لعلهم يهتدون، وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون، وهو الذي جعل الليل والنهار وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون، كل في فلك يسبحون. كل هذا الكون مسلم لله. أفغير دين الله يبغون
وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. من الذي شذ عن هذه الحقيقة؟ الكون كله أسلم لله، والكون كله مخلوق قبل الجن وقبل الإنس، والجن خلق قبل الإنس، والجان خلقناه من قبل من نار السموم، يعني من قبل الإنسان، لكن ليس من قبل الملائكة ولا من قبل السماوات والأرض. السماوات والأرض والملائكة عالم خلق في ستة أيام بأيام الله أو أيام لا ندريها. لما خلق الجن سكنوا الأرض، لما سكنوا الأرض أفسدوا، نزلت الملائكة فحاربتهم، ولما حاربتهم أسروا معهم إبليس الرأس الكبيرة للشياطين. ولذلك وجود إبليس في عالم السماء كان مع الأسر له، أسر في الوقت الذي خلق الله فيه آدم. ولما خلق الله آدم خلقه من تراب من ماء، وضع الماء على التراب فتحول طينا، ترك حتى تعفن فصار حمأ مسنونا، ثم ترك حتى تيبس فصار صلصالا كالفخار. أطوار خلق بين آدم ما كلها في القرآن، من ماء من تراب من طين من حمأ مسنون من صلصال كالفخار. إبليس يمر على آدم وهو طينة، خلقت لأمر عظيم، يقول له كده خلقت لأمر عظيم، لئن قدرت عليك لأفعلن ولأفعلن. آدم من طين إلى أن نفخت فيه النفخة، نفخ الله فيه من روحه فتحول إلى آدم، إلى إنسان جسد وروح، يعني الطين تحول إلى جسد مع نفخة الروح. قال فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. سجد الملائكة، فسجد الملائكة كلهم أجمعون، إبليس مع الملائكة. المفروض يسجد بحكم المعية، لا يقال إبليس كان من الملائكة، والكلام الموجود في كتب التفسير إبليس من الملائكة وطاووس الملائكة وأعبد الملائكة وأعلم الملائكة، كل هذا لا يستوي المداد الذي سطر به، لأن الله قال وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن. ولما ربنا يقول كان من الجن ويأتي من يقول كان من الملائكة نقول له انسى، يعني احنا ممكن نقول له كلام كتير، ربنا قال من الجن خلاص انت هتقول ايه. قال بعدها فتتخذونه وذريته، والملائكة اصلا لا يتزوجون ولا ينجبون كما لا يأكلون ولا يشربون. الملائكة من نور وهذا من نار، خانه طبعه الناري، أبى السجود، قاس وقال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. من هنا بدأت قصة الصراع بين الحق والباطل، قصة الصراع بين الإيمان والكفر. إبليس كفر وآدم مفطور على التوحيد، وربنا ضيفه في الجنة، فترة الجنة فترة تشريفية استضافة، مخلوق آدم، آدم مخلوق ليكون في الأرض لا في الجنة. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، ولا في الجنة خليفة؟ في الأرض خليفة. أنا بفترض آدم لم يأكل من الشجرة،
لو لم يأكل آدم من الشجرة لا يبقى في الجنة. لماذا؟ لأنه مخلوق ليكون في الأرض، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، فلا نبني على قصة أكله من الشجرة أساطير. ولما موسى قال لآدم أنت أبونا الذي خيبتنا وأخرجتنا من الجنة يعني بأكلك من الشجرة، قال من؟ قال موسى، قال نبي بني إسرائيل الذي كتب الله لك الألواح وأنزل عليك التوراة، تلومني على أمر قدره علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ ده هو بيخلقني قال ده يكون في الأرض ما يكون في الجنة، إني جاعل في الأرض خليفة. ثم أنا أكلت من الشجرة فعصيت، ولما عصيت سرعان ما تبت، ولما تبت تاب علي، بعد ما تاب علي هيعاقبني؟ حاشاه، الله أكرم من أن يعاقب عبده بعد أن يتوب عليه، والله أكرم من أن يثني العقوبة على عبده. آدم أهبط إلى الأرض لأنه مخلوق ليكون خليفة في الأرض، ليس عقوبة. عند النصارى دي عقوبة، وآدم لما أكل من الشجرة عاقبه الله ونزل إلى الأرض، وكل أبناء آدم دخلوا الجحيم، وما أخرجهم منها إلا صلب المسيح، قصة الفداء، إنه فدى الرب الخليقة بنفسه، فقبل أن يصلب على خشبة الصليب ويكون ملعونا، كما في الكتاب المقدس عندهم ملعون من علق على خشبة الصليب. عشان ايه؟ عشان يكفر خطية آدم وعشان يخرج البشرية من الجحيم. طب هل البشرية هتخرج من الجحيم وما في حد من البشرية يدخل الجحيم بدام صلب الرب من أجل البشرية؟ بعدين لماذا لم يصلب آدم نفسه؟ لأن الرب لا يعاقب ناسوتا، لا يعاقب إنسانا، وإنما يعاقب إلها مثله. أوه ده موضوع كبير. عشان كده عمل التمثيلية إنه ينزل من السماء ويدخل في بطن مريم ويبقى في جزء لاهوتي وجزء ناسوتي. طيب ماشي لغاية هنا، طب لما جان صلب بعد 33 سنة من عمره في الأرض، ايه اللي صلب فيه؟ اللاهوت ولا الناسوت؟ قالوا الناسوت طبعا. واللاهوت راح فين؟ قالوا جلس فصعد، صعد فجلس عن يمين الرب يدين الخلق. يا عالم يا عالم يا عالم، نازل عشان يكفر خطايا الخلق وطالع عشان يدين الخلق. وبعدين ده هو كل الحكاية اتعملت عشان اللي يصلب اللاهوت، وفي الآخر اللي يصلب الناسوت، واللاهوت يطلع يجلس على يمين الرب. ده اللي عمل إخراج التمثيلية دي عاوز ضرب الجزم. إزاي؟ احترم عقلي يا أخي، احترم عقلي. بقى كل التمثيلية دي عشان اللي يصلب اللاهوت، وفي الآخر اللي يصلب الناسوت، واللاهوت يطلع يجلس على يمين الرب. عجيب. تخيلوا ان هذا الدين هو اللي بيسيطر على العالم ويمثل كام في العالم. قارة أوروبا مش مكفياهم، ولا أمريكا مكفياهم، عاوزين كمان آسيا وأفريقيا واستراليا، كلهم يتنصروا عشان يؤمنوا بهذا المسخ الفكري الذي يعني لا يقبله عاقل ولا كبير ولا صغير ولا ذكر ولا أنثى ولا 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 أحد عنده مسحة عقل ولا مسحة منطق. عجيب. لماذا أنا قلت هذا بمناسبة قصة آدم، إنه نزل قالوا نزول الأرض عقوبة؟ آدم ما نزل الأرض عقوبة، آدم عصى بأكله الشجرة نسيانا، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزمة.
حصل ايه؟ تاء، فتلقى، واللي اداله التوبه ما هو يا رب تب علينا لنتوب، يا رب تب علينا لنتوب، يا رب تب علينا لنتوب. هو قال له فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. هو اللي اعطاه الضوء الأخضر، توب يا آدم. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. طب بعد فتاب عليه قلنا اهبطوا منها جميعا، بقى بالله عليك بعد ما يقول فتاب عليه يقول له اهبطوا منها جميعا عقوبة؟ لا يمكن، حكم سابق إنه هذا في الأرض وليس في الجنة. الجنة تشريف، أنت ضيف تقعد عندي شوية وتمشي، مش تيجي تقول لا أنا عندي وضع رجل ووضع يد وعلى المتضرر اللجوء للقضاء. يا عم أنت ضيف في إيه؟ فتلقى آدم من ربه كلمات، تفتكر إيه الكلمات دي؟ شوف إحنا عندنا مصيبة تانية زي مصيبة النصارى، يقول لك إنه شاف اسم النبي عليه الصلاة والسلام مكتوبا على قوائم العرش وقال له من محمد هذا؟ قال له ابنك ولولاه ما خلقتك. قال له بحق الابن اغفر للأب. يا جاء بقى عندنا ابن وأب، إحنا برضو زي باسم الأب والابن والروح القدس. بحق محمد إلا غفرت لي. وحديث موضوع مطول موجود ومنسوب للحاكم وللطبراني. يا عالم يا عالم، أمال إيه؟ فتلقى آدم من ربه كلمات، دي آية البقرة فسرتها آية الأعراف. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. والعلماء يقولون إيه؟ خير ما يفسر به القرآن هو القرآن. هو القرآن فسرها إيه الكلمات؟ إيه؟ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تاب عليه. طيب حتى لا أستفيض، نزل آدم وتزوج حواء وخلفوا بنين وبنات وعاشوا في تبات ونبات، ولما كبروا العيال الكون يحتاج إلى تزاوج للعمران، يبقى أول أسرة دي أول أسرة نديها استثناء، كانت حواء بتنجب توائم كل بطن فيها ولد وبنت، فنعمل عملية تباعد خفيف، توأم هذه يتزوج توأم تلك، بطن تخالف بطنا، ما عندنا أسرتان حتى. إنما بعد ما هذا الابن يتزوج بأخته من البطن الأخرى خلاص هيبقى في أبناء عمومة ويبقى في أسرتين، وكل ابن يتزوج بنت عمه، وبعدين تكبر البشرية ويعمر الكون. ولهذا وهذا من حكمة الله، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أيوة. طيب آدم لما أهبط إلى الأرض كان موحدا، ده كمان ونبي اصطفاه الله، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. إن الله اصطفى آدم نبيا ليس رسولا، لماذا؟ لأنه أسرة فقط، نبي في محيط أسرته، إنما أول رسول هو نوح لقومه، وبعدين ثم اجتباه يعني آدم، ثم اجتباه ربه، اجتباء إيه؟ نبوة،
سئل عليه الصلاة والسلام في حديث في سنده كلام: أكان آدم نبيا؟ قال: نعم، نبي مكلم، يعني كلمه ربه على الأقل في قضية تعليم الأسماء، وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. آدم لما نزل الأرض والعيال كبرت، العيال كبرت اسمها مسرحية عندنا ايه، وبعدين هل جت قصة التزويج من بطن وبطن، وفي التفاسير بقى والقصص والحكايات والروايات ان اخت قابيل حلوة واخت هابيل شوية، ما هو من حكم الله عز وجل ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. فقالوا المهم قابيل لا يريد أن يزوج هابيل بأخته ويأخذ هو أخت هابيل، لا، أنا أتزوج أختي أنا حلوة وعجباني. لا، كلام ربنا غير كده، أنت ترد كلام الله وحكم الله يا قابيل؟ أنت تتزوج أخت أخيك هابيل وهابيل يتزوج أختك؟ لا لا لا. طيب الحكاية دي نحكم فيها ربنا. فكانت قصة القربان: واتلو عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. واحد بيرعى غنم وذبح شاة، فقبلت شاته وذبيحته قربانه، والتاني بيزرع وشاف أسوأ ما عنده في القمح وطلعه فلم يقبل منه. إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك. ليه أنت كمان ربنا يقبل نذرك ولا يقبلش نذري؟ ما أنت يا أخويا اللي رافض حكم الله من الأول. قال: إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. وحملوا على ظهره ونعمل في إيه المصيبة اللي أنا وقعت فيها دي، غاية فبعث الله غرابا يبحث في الأرض، غراب يقتل أخاه وبعدين يبحث في الأرض ويحفر ويدفنه، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. ربنا جاب له أوحش معلم في الدنيا الغراب، خمس من الفواسق يقتلن في الحل والحرم منهم الغراب. قال له: أنت أستاذك لا يليق بك أستاذ إلا هذا الغراب. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. قال: يا ويلتى، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي؟ فأصبح من النادمين. الآيات الشاهد منها: أولاد آدم كانوا مسلمين، كانوا موحدين، بس اشتغل عليهم إبليس. إبليس زي ما اشتغل على أبيهم خلاه يأكل من الشجرة المنهي عنها وهو في الجنة، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، وأبليها قال: ألا أدلكما على شجرة الخلد وملك لا يبلى. برضو بدأ يشتغل، ما هو قال لربنا كده العداوة إن يعني هعديهم على طول الخط، لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال: اخرج منها مذؤوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. الأعراف. فعشان كده نزل، ها
هو اللي راح وسوس لقابيل، انت بقى تسيب اختك الحلوه وتاخدها هابيل وتتزوج انت القبيحه هذه ولا الدميمه ولا كذا. ولذلك اشتغل بقى، بدا خلى قابيل يحقد على اخيه ويحسده، ولذلك يقال من اوائل المعاصي في الدنيا الحقد والحسد، ترتب عليه قتل اخي قتل اخاه. ابن ادم اول واحد قتل، قال عليه الصلاه والسلام: ما من نفس تقتل ظلما الا كان على ابن ادم الاول كفل منها، لانه كان اول من سن القتل، او لانه اول من سن القتل. بس القصه فيها معنى اخر، انه الاسره هذه مؤمنه في توحيد، في عباده، في تقديم قربان لله عز وجل، نذر، في اني اخاف الله رب العالمين، في قاله فتبوء باثمي واثمك فتكون من اصحاب النار، يعني ايمان بالجنه والنار، كل دي معالم توحيد، معالم ايمان. تقول لي اصل لا، الخليقه بدات بالكفر وبعدين وصلت للايمان، بدات بالشرك واهتدت الى التوحيد، هذا كلام مسطول، هذا كلام من لا يعرف لا قران ولا سنه ولا يعرف الدين. ادم موحد واولاده موحدون، واستمر التوحيد في البشريه 10 قرون. قاله ابن عباس رضي الله عنهما، وليس هذا الكلام موقوفا على ابن عباس ياخذ حكم المرفوع، لان هذه غيبيات. 10 قرون والناس على التوحيد، ابليس يسكت؟ لا، ابليس شغال يوقع الناس في المعاصي، بس هو لا يريد فقط ان يقف بهم على حدود المعاصي، معاصي فقط، ازاي يعني؟ انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير. عشان يكونوا من اصحاب السعير لابد من الكفر، يوصلهم لدرجة الكفر. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، فلما كفر قال إني بريء منك، إني أخاف الله رب العالمين، فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها، وذلك جزاء الظالمين. نسأل الله العافية. فإبليس شغال. وبعدين واحد بيسأل، هو إبليس بينام؟ قال له لو كان بينام كنا استريحنا، ده على طول شغال ليل ونهار ده. وبعدين خد فترة الإمهال، قال أنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، عمر الدنيا بطولها لغاية الوقت المعلوم في علم الله، يعني مع زلزلة الساعة مثلا، النفخ في الصور، ممكن بين النفختين. أهو إبليس شغال وجنوده شغالين. فليهم تلبيس، أو في حاجة اسمها تلبيس إبليس. كيف يلبس على العلماء؟ كيف يلبس على العباد؟ كيف يلبس على الزهاد؟ كيف يلبس على الشباب، على النساء؟ كيف يأتي لمن عنده فتور وكسل فيأتيه من هذا الباب، ومن عنده همة ونشاط فيأتيه من باب الغلو، والثاني من باب التقصير؟ كما أن له مداخل، الحزن الشديد والفرح الشديد والغضب الشديد، ايه الرابعة يا عمر؟ حزن شديد، فرح شديد، خوف شديد، غضب شديد. الغضب الشديد أبدأ بها في الآخر، اللي هو لما الإنسان يغضب يلعب الشيطان به كما يلعب الصبيان بالكرة. الخوف الشديد بيبقى موجود عند الأطفال وعند النساء أكثر من غيرهن. يوم عيل أمه سابته في البيت، تركته، نزلت السوق تشتري حاجة ورجعت، كهرباء قطعت، حاجة خبطت،
خلاص ده بالسلامة، ما كانش متحصن بيلبسه الشيطان الخوف الشديد على طول، خوفه معاه سرعة، أول ما الكهرباء قطعت راح صرخ، ترجع الأم تلاقي ابن غير الابن، صرعه الشيطان. والغضب الشديد والخوف الشديد والفرح الشديد، البنات دي اللي بتروح ترقص في الأفراح وفي حالة الفرح والهياج ده اللي موجود والرقص وما إلى ذلك، الشيطان بيتلبس بالنساء وبيديها قدرة انها ترقص لغاية لما يعني ما تبقاش عارفة القوة دي جايالها منين. واحدة ترقص طول الليل ولو قالوا لها قومي صلي ركعتين ما تقدرش، يبقى الفرح الشديد. الحاجة اللي أخرتها عشان أربطها بالقضية بتاعتي الحزن الشديد، أمه مات لها ابنها، زوجة ومات زوجها وكانت بتحبه وبتعشقه، وبدأت بقى تخش في الجاهلية، ويا زوجي ويا سبعي، والتانية تقول يا ولدي ويا فلذة كبدي. في حالة الحزن الشديد هذه لا يتركهم الشيطان. فإيه اللي حصل؟ في حالة العشر قرون اللي كان الناس فيها على الإيمان والتوحيد والطاعة وفي مثل عليا للصلاح، كان من ضمن المثل العليا للصلاح ناس عرفوا بهذه الأسماء، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، مذكورين في القرآن في سورة نوح. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أسماء رجال صالحين من أولاد آدم. كلمة أولاد آدم تعني أولاد أو أحفاد، وكانوا يعمرون، دول كانوا في خلال العشرة قرون الأولى من ذرية آدم، وناس يعني في كلمة عند المصريين يقولوها طوب الأرض يحبهم. لما ماتوا حزن أهلهم عليهم حزنا شديدا، وحزن الناس عليهم حزنا شديدا. حزن شديد، يبقى في مدخل لإبليس. وصل إبليس اللي كان بيتمثل للناس ويقعد في صورة إنسان عادي، وقال: أنا رأيت شدة حزنكم على هؤلاء القوم وحق لكم أن تحزنوا. ما للناس دي تموت في طيس؟ الناس دي ما كانتش ناس عادية، الناس دي ينبغي أن تدبج فيها القصائد وأن تنصب لها التماثيل في كل مكان وميدان، إنهم كذا وكذا وكذا. إبليس يحمل الموضوع، يسخن. لا يا أخواني، هؤلاء الناس لا يموتون هكذا ويتركون وينساهم الناس، هؤلاء أصنع لهم صورا، يعني أقيم لهم تماثيل تجعلونها في ناديكم، المكان اللي تجتمعوا فيه تذكرونهم بها. نعمل فكرة يا أخي. نعم أيوة هكذا يا شيخ البتاع، أنت شيخ العرب ولا أنت جايلنا منين؟ المهم الفكرة بتاعتك دي جهنمية، فكرة اعمل لنا. بدأ الشيطان يعمل نصب، تماثيل، أوثان، أصنام. هذا ود، هذا سواع، هذا يغوث، هذا يعوق، هذا نسر، وعمل لهم ملامح تقول انه ده فلان وده علان، ولا كتب ولا عمل ايه. المهم ادي التماثيل هذه لاسماء الناس الصالحين، الصالحين كانوا اولياء صالحين، زي ما عندنا اولياء صالحين عاملين لهم احنا مقامات وتوابيت وكرامات ومزارات، ده عمل لهم اصنام. طب وإيه اللي حصل؟ ظلوا يذكرونهم، يعني حاجة للذكرى. بتفكرني بحكاية إنه واحد مات أبوه وبعدين لقى صورة لأبيه موجودة عنده، زمان ما كانش في صورة غير اللي في البطاقة، فياخدها ويديها الواحد يكبرها له ويعمل لها برواز ويروح عامل عليها شريط أسود ويعلقها في مدخل المضيفة أو البيت،
مين ده فلان؟ أبويا الله يرحمه الفتحاله، ويعود الفتحاله. هذه كانت حاجة للذكرى، منهي عنها شرعا، منهي عنها شرعا، بس موجودة لغاية الآن. عاوز أقول نفس الفكرة، حاجة للذكرى. وبعدين قال مضت الأيام في ناس ذكرى بس، الله يرحمك يا ود، الله يرحمك يا سواع. يبقى بعد الذكرى بقى في تبرك، في تمسح. قال ومات هذا الجيل واندثر العلم، فجاء قوم يقولون ما عظم آباؤنا هؤلاء إلا لأنهم آلهة فعبدوهم من دون الله. ما عظم آباؤنا هؤلاء إلا لأنهم آلهة. آدي أول شرك وقع في البشرية، وأول عبادة طاغوت، وأول عبادة أصنام. ما عظم آباؤنا هؤلاء إلا لأنهم آلهة فعبدوهم من دون الله، فبسبب الغلو في الصالحين وقع الناس في عبادة الأصنام، فكان أول شرك وقع في البشرية، أول طاغوتهم الأصنام. يبقى أنا لما كنت ماشي معاكم سرحت شوية أو استرسلت عشان أجيب القصة مكتملة. أول شرك وقع في البشرية عبادة الأصنام، ده أول طاغوت. لما وقع القوم في عبادة الأصنام وقالوا ما عظم آباؤنا هؤلاء إلا لأنهم آلهة فعبدوهم من دون الله، مباشرة أرسل الله عز وجل نوحا عليه السلام فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله. وظلت هذه دعوة نوح لا يزيد عليها 1000 سنة إلا 50 عاما، عمر الدعوة. يدعوهم ليلا ونهارا سرا وجهارا، فأبوا واستكبروا استكبار. كانوا إذا رأوا نوحا استغشوا ثيابهم، وإذا تكلم جعلوا أصابعهم في آذان، مش يعني شوف البلاغة القرآنية، لم يقل جعلوا أناملهم، قال جعلوا أصابعهم، يعني مبالغة في سد الأذان. جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبار. واستمر نوح في دعوته لغاية لما قالوا لا تذرن آلهتكم. مهما عمل نوح اوعوا تتركوا الآلهة، لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. وكان يعملوا إيه؟ الرجل يأتي بولده المولود بدأ يعقل، تعال هذا نوح إياك وإياه، أوعى تؤمن بي بعد ما أموت، هذا مجنون وازدجر. لغاية لما سيدنا نوح فقد الأمل فيهم تماما قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا. ده بيوصوا بعض، هو مولود مسلم وعلى الفطرة بس أبوه وصاه فأبواه، هو زي حديث كل مولود يولد على الفطرة أي الإسلام فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فهنا قال له ولا يلد إلا فاجرا كفر، ودعا عليه وجاء الطوفان ونجى الله نوحا ومن معه، وما آمن معه إلا قليل، إلا قليل أيا كان العادة. شوف قليل، كلمة قليل، اللي قالوا 5 واللي قالوا 7 واللي قالوا قليل، بعد 1000 سنة إلا 50 عاما. فكانت عبادة الأصنام في قوم نوح وانتهت إلى هذه النتيجة، رفضوا الإيمان بنوح إلا المجموعة القليلة اللي ربنا ذكرهم وما آمن معه إلا قليل. ودول بعد الطوفان نزلوا عشان يعمروا الأرض مرة أخرى، بعد ما كان في السفينة قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. بدأت قصة البشرية من جديد في قوم عاد،
وما أدراك ما عاد. وتعالي يا عاد قلدي أمة نوح في عبادة الأصنام، وكفرت بنبيها هود، جئتنا لتلفتنا عن آلهتنا أو لتأفكنا عن آلهتنا، لتلفتنا في يهود ولتأفكنا في الأحقاف، ورفضوا دعوة هود وأهلكهم الله. جاءت ثمود، البشرية كما قال الله أتواصوا به، ايه اللي كان قبل كده؟ عبادة الأصنام، احنا هنعبد الأصنام. سيدنا صالح، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وخذوا الآية دي، هذه آية الله لكم، أو هذه ناقة الله وليها شرب لكم شرب وكذا، لحنا مؤمنين بيك والعوزين ناقتك، وقاموا إلى الناقة وعقروها وأهلكهم الله. ومضت البشرية، فجاء قوم إبراهيم، جاء قوم إبراهيم ولم يكتفوا بعبادة الأصنام، بل خدوا معها كمان حاجتين ثلاثة. هم بيعبدون الأصنام، دي العبادة الأصلية بتاعته، مثلهم مثل قوم نوح وعاد وثمود، وزادوا عليها النمرود. النمرود حاكم الأرض، حكم الأرض كلها، قلت طالما أنا بحكم الأرض يبقى أنا صاحب هذا الكون، يبقى أنا إله. فصاروا يؤلهون النمرود، جماعة كده واخدين يعني زاوية بعيدة، ربما كانوا في منطقة معزولة ما يدمهمش غير النجوم والشمس والقمر، فعبدوا الكواكب. يبقى صار ناس يعبدون الكواكب، وناس يعبدون النمرود، وناس يعبدون الأصنام، كلهم في عهد إبراهيم. ولذلك الله عز وجل لما حكى عن سيدنا إبراهيم وصفه بوصف عجيب، إن إبراهيم كان أمة. ليه إبراهيم كان أمة؟ رفع راية التوحيد، لم يترك شركا في محيطه إلا وقضى عليه. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. شوف لما ربنا يقول للنبي محمد عليه الصلاة والسلام خذ إبراهيم أسوة لك وقدوة في قضية التوحيد، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. الآيات في آخر سورة النحل. سيدنا إبراهيم عمل إيه مع الأصنام؟ عمل الذي لم يعمله من سبقه. أولا جاء لأبيه، وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. من آزر؟ أبو إبراهيم. لا، اللي مكتوب في شجرة الأنبياء إبراهيم ابن تارح، أيوة اسمه تارح ولقبه آزر، لا آزر عمه، لا آزر أبوه. يا عم ما لو ما كانش، لو كان أبوه ما كانش يقول إذ قال إبراهيم لأبيه آزر، كان يقول لأبيه خلاص، ما هو قال في آيات أخرى لأبيه خلاص. قيل أن آزر كان يصنع الأصنام ويرتزق منها، فالأصنام بتنحت في بيت آزر، في بيت إبراهيم، ولد فيه إبراهيم ونشأ إبراهيم، وعشان كده إبراهيم وجد الفأس يوم ما راح كسر الأصنام. الفأس اللي كان بينحت الأصنام هو اللي كسر به الأصنام. المهم قال لأبيه، وإذ قال إبراهيم لأبيه
اتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين، ده آية الأنعام. طب في آية مريم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان، لأن الشيطان هو الأمر بعبادة الأوثان. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. شوف الأدب يا أخي، أدب إبراهيم مع أبيه، ويا أبت يا أبت. رد الأب ماذا قال؟ قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. الآيات لم يكتفي بأبيه، لا، راح لقومه. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. قضية الولاء والبراء. فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يا رب. الآيات استخدم معهم الدعوة هنا باللسان، تغيير المنكر باللسان، نفع ما نفعش، قال لا ما بدهاش، الناس دي مش نافع فيها كلام، أنا هغير المنكر باليد. طب ده أنت إبراهيم وحدك، أنت المؤمن هنا على وجه الأرض، يمكن لو زوجته معاه تبقى هي كمان، لما قال لها ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك في قصة الملك بتاع مصر، هنا طيب انت وحدك يا ابراهيم، قال لي بقى لابد من الحيلة. الناس دي بيجي يوم العيد بيخرجوا وبيتركوا البيوت وبيتركوا المكان اللي فيه الأصنام المعبودة وفيها معاها القرابين، بيروحوا يعيدوا بعيد، وجايين يروحوا يعيدوا. الله، انت مش جاي معانا يا ابراهيم، باللهجة المصرية بتاعتنا، انت مش جاي معانا يا ابراهيم الان. ف
فنظر نظرة في النجوم على عادتهم، فقال إني سقيم، يعني أنا شايف نفسي تعبان مريض، لا لا ما أقدرش أروح معاكم، إني سقيم. سقيم عنده شوية مغص يبقى سقيم، سقيم نفسيا من اللي أنتم بتعملوه، سقيم من أفعالكم. ما كذبش إبراهيم لما قال أنا سقيم، أنا أفرض أنا قلت لكم أنا سقيم واحد بشرح المحاضرة، أيوة سقيم، مثلا الضغط وطي عندي يبقى أنا سقيم، السكر ارتفع علي يبقى أنا سقيم، ولازم أكون طريح الفراش. فقال إني سقيم. ابعدوا ابعدوا يا أولاد، كأنه قال يعني عنده كورونا يعني، ابعدوا. فتولوا عنه مدبرين، راحوا العيد بتاعهم أو مشوارهم. فضي سيدنا إبراهيم قاعد لوحده دلوقتي مع الآلهة مع الطواغيت. أيوة كده، محدش هيمنعك إن أنت تعمل اللي أنت عاوزه، روح البيت هات الفاس اللي أبوك بينحت به الأصنام واطلع على الأصنام بتاعتهم دي. ودخل على المكان ولقى أصنام، هيسلم على مين؟ ما عادش بيسمع ولا بيتكلم، بس شايف قدامهم أكل قد كده ما شاء الله، تقول كانوا كرمة. إيه الأكل ده كله يا جدعان؟ ما تاكلوا، ما حدش بياكل. طب ردوا علي، ما حدش بيرد. ما تاكل، ما تتكلم، يمين شمال ما حدش لا بيتكلم ولا بياكل. اشتغل فيهم ضرب وتكسير. والحته دي بتفكرني بتفكرني لما كنت في ماليزيا، وكان في كل مجمع سكني في ناس بوذيين، في زي ما عملوا مصلى للمسلمين عاملين مكان مثلا للاخرين، فكان يبقى في حاجه اسمها بوذا، الاله ده صنم صغير وجوه صندوق زجاجي وحطينه في مدخل المجمع مثلا او باب العماره وكده. يقوم الناس اللي بيعبدوا بوذا ده، ايه يعبدوه ازاي؟ يجيبوا له يعملوا الحكايه اللي بيعملوها دي، وبعدين يحطوا له قرابين. فكان اهم القرابين اللي بيحطوها فاكهه، يشتري قفص فاكهه كده باسكت حلو بتاع صندوق، وده ايش؟ تفاح وفاكهة حلوة يعني موجودة في آسيا، فواكه جميلة. العرب المساكين اللي طلعوا من خريف اللي كان ربيع تحول إلى خريف ده، وسكنوا في البلاد، وتلاقيهم يعني مكتوب عليهم التيه والشتات في الأرض مثل بني إسرائيل، فيهم اللي لا شغلانة ولا فلوس ولا أي حاجة، شوف يعني بيبقى ممكن يبات بالجوع. طب وده يبص يلاقي قفص التفاح قدام بوزة، وبوزة لا بياكل ولا بيشرب، وهو نفسه يعني شوف بطنه بتصوصو من الجوع. يقوم يستهبل المصري أو العربي يقول له إيه؟ سلام عليكم يا بوزة، تشكر يا بوزة بعد إذنك، أنت مش هتاكل التفاح ده، طب بعد إذنك. روح واخد صندوق التفاح وطالع بيه ويقعد يتسلى فيه، جعان، ده ربنا يمكن أحل لي الميتة. لغاية لما الظاهرة دي انتشرت واتعرفت، وقالوا العرب بيسرقوا الفاكهة القرابين بتاعت بوزة. سيدنا إبراهيم دخل وجد القرابين موجودة قدام، ألا تأكلون؟ ما لكم لا تنطقون؟ وزي ما حكت الآيات في سورة الأنبياء، هحكي لك الآيات في سورة الأنبياء أو أتلوها عليك. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين.
قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ ها يا إبراهيم أنت بتهزر بقى، هزارك تقيل يا إبراهيم وسخيف. أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. وتالله وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فجعلهم جذاذا، قطعا صغيرة، فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم، وحط له الفاس على كتفه، فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم يرجعون. رجعوا من العيد بتاعهم، شافوا الأصنام محطمة، قالوا من فعل هذا بآلهتنا؟ من فعل هذا بآلهتنا؟ عبد يفعل بالآلهة ما يريد؟ من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم، حتى تعيل راح ولا جاء، ابن امبارح، قالوا فتى من باب التصغير يعني والتحقير. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. وقبضوا عليه، قبضوا على إبراهيم ومسكوه وكتفوه. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ يعمل إيه سيدنا إبراهيم؟ يقدم حيلة جديدة. قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. اللي قاله سيدنا إبراهيم هنا نوع من التورية والتعريض، وإن في المعاريض لمندوحة عن الكذب. وبعدين سيدنا إبراهيم لما يقول بل فعله كبيرهم ليس كذبا وإنما سخرية واستهزاء، وهم عارفين الكبير ده لا بيتحرك ولا بيضرب ولا يعمل خالص، بس هو حب يقول لهم فاسألوه، هو محتاج دي، فاسألوهم إن كانوا ينطقون، عشان تعرفوا أنكم تعبدوا آلهة لا بتتكلم ولا تدافع عن نفسها ولا تنفع ولا تضر ولا شيء أبدا. فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم، لحظة تفكير، فقالوا إنكم أنتم الظالمون. أنتم ما عندكم دليل على اتهام إبراهيم؟ إيه الدليل على اتهام إبراهيم؟ هذه معنى إنكم أنتم الظالمون في أنكم تعبدون آلهة لا تنفع ولا تضر ولا تتكلم ولا تسمع ولا يستطيع هذا الموجود الآن يقول لنا أيوة إبراهيم هو اللي كسر للصغيرين وتركنا أنا الكبير، وأنا مش عاوز الصغيرين معايا، الكبير كبير والصغير صغير. تعبدوا آلهة لا تدافع عن نفسها؟ إنكم أنتم الظالمون. ولا الظالمون لأنكم تركتم الآلهة بدون حراس. طيب لما أنتم طالعين مسيبين البلد، سيبوا شيخ غفر يترزع جنب الأصنام يحافظ عليها، لا إبراهيم ولا غيره يقدر يقرب منها. فدي تفسيرات اجتهادات للمفسرين في قولهم فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. وبعدين جاء الشيطان، الله الله الله، أنتم هتخلوا إبراهيم يغلبكم؟ بقى شاب لا راح ولا جه يغلبكم كلكم انتوا كده، خدوهم بالصوت قولوا اي حاجه. ولذلك ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. وماله يعني يا ابراهيم؟ ان شاء الله مع انهم يتكلموا، احنا عاوزين هم ما بيتكلموش. لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. أفٍ لكم، أفٍ لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. قالوا الله، مش توجهوه، مش تنظروه، مش يبقى في حجة ساد حجة، لا، قالوا حرقوه
وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. يا الله، هنا اسمها لغة الإرهاب. أنا وإنت بنتناظر بنتناقش، يبقى حجة بحجة. لا، حجة مين؟ ما عندهمش حجة، يبقى حرقوه. وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. وراحوا بقى كل واحد يجمع على قد ما يقدر حطب، وكل ما يمكن أن يوقد وأن يشتعل، لدرجة عملوا جرن كبير مثل البيت وأشعلوا فيه النار. الحرارة اللي طالعة من الجرن النار هذا ما يقدروش يقربوا منها، شديدة. عشان يرموا إبراهيم لازم يكون عن قرب، وعن قرب لفح النار لا يحتملونه. لغاية لما فكروا في فكرة قالوا نعمل منجنيق خشبة بطريقة معينة وبحبل، ونضع إبراهيم على المنجنيق ونشد الحبل يطير ينزل في وسط النار. وعملوا الفكرة وإبراهيم مكتف. كان الأمر الإلهي: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. أثناء الأمر كانت النار حرقت الحبال اللي مكتفة إبراهيم بس. وبعدين بقى إبراهيم في سلام. كان ممكن المطر ينزل يطفي النار، وممكن ريح تفرق النار، لكن أبدا لا مطر ينزل ولا ريح يفرقها. زي ما أنت يا نار، بس الأمر الإلهي والإعجاز الرباني: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وليه سلاما؟ لأنه لو قال بردا لتحولت عليه زمهرير يموت من البرد، إنما بردا وسلاما فصارت تكييفا ربانيا. يحكى أنه سئل إبراهيم: أفضل أيامك التي عشتها في الدنيا؟ قال: التي قضيتها في النار، لا حر ولا برد، وظل في النار والنار موجودة لا تحرق، وحرمهم الله الانتفاع بالنار طالما النار موقدة على إبراهيم. وهم يشوفوا إبراهيم جوا النار وهو يصلي ويركع ويسجد، فيقول بعضهم: ما أعظم رب إبراهيم، ما أعظم رب إبراهيم، ما أعظم رب إبراهيم. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. آيات سورة الأنبياء. ودي كانت قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام مع عبادة الأصنام، وحطمها وكسرها، ولكن ظلت عبادة الأصنام في الناس لغاية لما بعث النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وبدأت القصة: وأجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وطبعا قريش رفضت، والقبائل الأخرى، وداخل مكة أو داخل البناية للحرم حول الكعبة 360 صنما تعبدها قبائل الجزيرة العربية، ومنها هبل بتاع قريش واللات وعزة ومنات وبقية القبائل، وهذه الأصنام تحاد الله وتكذب رسول. أجعل الآلهة إله واحد؟ معقول كل 360 صنم يبقوا إله واحد؟ إيه اللي أنت بتقوله يا محمد ده؟ سبحان الله، يعني قلبوا القضية رأسا على عقب. أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا لشيء عجاب. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام استخدم الحكمة والدعوة واللين والأمر معروف ناعم، واستمر 13 سنة يدعو إلى لا إله إلا الله في مكة، وراح المدينة، ولغاية لما ربنا مكنه ورجع مكة فاتحا وفي يده حديدة يشير بها للأصنام قائلا: جاء الحق وزهق الباطل. لتحطم 300 تحطم الأصنام، أو ليحطم 360 صنما كانت تعبد في مكة، ويرسل النبي عليه الصلاة والسلام قواده
خالد وعلي وكذا وكذا، روحوا اهدموا صنم كذا واهدموا صنم كذا واهدموا صنم كذا، وهدمت الأصنام في جزيرة العرب. دلوقتي ابن زايد برجعها. فهدمت الأصنام وانتهت، لها ما انتهتش. ده لغاية الآن في أفريقيا وجنوب أفريقيا في ناس بتعبد الأصنام. هذه قصة عبادة الأصنام من أولها لأخرها. يقولوا عندنا نحن المصريين من طقطة لسلام عليكم، وعبادة الأصنام أول طاغوت عبد من دون الله. عبادة الأصنام كما قال شيخنا محمد الغزالي عليه رحمة الله، قطعة حجر من الأرض تنحت فتعبد. أي حجر هذا الذي يعبد من دون الله؟ مهما حلى ومهما غلى فهو صنم، قطعة حجر، قطعة من الأرض، بل الأرض كلها تصلح أن تكون ربا يخلق ويرزق. من الذي يخلق ويرزق؟ قل الله. ثم ذرهم في خوضهم يلعبون، واستراحة حتى نأتي إلى عبادة الطاغوت آخر بعد عبادة الطاغوت الأول، عبادة الأصنام. صلِّ اللهم وسلِّم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.